متوفي وأنا بعيد لخمس أولاد، والما يعني المعيشة شوي هيك غالية، فما بعرف خطرت عبالي إني مثلاً أنا أشتري سيارة وأشتغل فيها. اشتغل شغل كثير، يعني معنا كامور أنبا، فما يعني خرج افتح فيهم مشروع، فطلعت دورة، عملت دورة سواقة وطلعت شهر سواقة، والمصرات اللي ما اشتريت فيهم سيارة، وعرضت الفكرة على رفقاتي، يعني وأنا حكيت هيك قدام خلق، فقالوا لي إنه في مثلا نحن رجالنا مثلا ما تخلينا نطلع مع زلمة لحالنا، فإذا أنت وصلتينا بيكون أحسن. البيت، المدارس، الأكل، الشرب، يعني اللباس كله مثلاً علي، فيعني فكرة كتير طلعت كويسة، وإن شاء الله هيك أنجح فيها، والله هيك يسر علي وتصير يعني بمجتمعنا يتقبل هالمجتمع إنه هالفكرة هاي.